بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، نبدا ان شاء الله تعالى على ما هو مقرر في هذه الدوره بدراسه منهج السالكين. نترك الكتاب اخواننا، الكلام ممنوع. لماذا ندرس الفقه؟ في الدرس الماضي أخذنا لماذا ندرس التوحيد، الآن هنا لماذا ندرس الفقه؟ لماذا؟ ما السبب؟ أخواننا أترك الكتاب يا الشيخ أستاذ، أترك الكتاب، خليك معي، الله يبارك فيك، جزاك الله. نعم، لأن العبادة لا تقبل إلا بالإخلاص، ولهذا ندرس التوحيد والمتابع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ندرس الفقه. إخلاص ومتابع، إخلاص لهذا نأخذ كتاب التوحيد، متابع لهذا نأخذ منهج السالك. سبب الدراسة لهذا الكتاب نصيحة العلماء، ثم أن المؤلف رحمه الله تعالى سار فيه على ذكر الأدلة من الكتاب والسنة. هذا من أحسن منه، كتاب مختصر واضح سهل يبدأ به الطالب. كما تقدم معنا أن الكتب عندنا يعني أقل شيء نقرأ فيها المقدم والفارس، وسنقرأ بإذن الله تعالى في هذا الدرس المقدم والفارس. نريد نتصور الفقه تصور كامل مجمل. الفقه على ماذا يحتوي؟ ينقسم الفقه إلى قسمين: عبادات، معاملات. معاملات يلحق بها أشياء تأتي بإذن الله تعالى. العبادات ما هي؟ أركان الإسلام. ونضيف الأركان الإسلام الجهاد، أصبح هذا هو القسم الأول. القسم الثاني معاملات، سيأتي معنا البيع والإجارة والرهن والأطعمة والأشربة والأشياء تأتي بإذن الله تعالى، معاملات. المؤلف يؤلف لمن؟ لك. تحتاج ماذا؟ على الذي تحتاج هو يقدم لك. قلنا يقدم، لابد يقدم العبادات، خلقنا لهذا، قدم العبادة، لا إشكال في هذا أبدا. ثم يأتي المعاملات. المعاملات تحتاج أول ما تحتاج إلى ماذا؟ للنكاح؟ لا، تحتاج أول ما تحتاج إلى البيوع، تبيع وتشتري. حصل لك مال قليل، إيش تصنع؟ يبحث عن الزوجة، يأتي النكاح، صحيح؟ الصداق، العشرة، كذا. طيب تزوج، باع واشترى، وتزوج، يأتي الأولاد، تربية الأولاد والعشرة وكذا. ثم بعد هذا تأتي الخصومة، تخاصم مع الزوجة الآن، يأتي ماذا؟ طلاق. يأتي بعد كتاب النكاح يأتي الطلاق. طيب جاء الطلاق، عدد، استبراء، لعان، كذا كذا كذا. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ثم بعد هذا إيش يصنع؟ يبدأ يتعدى، صحيح؟ تعدي جنايات، ضرب أبو الزوجة مثلا أو كذا، هي نعم جنايات. والجنايات تحتاج بعدها إلى ماذا؟ إلى قضاء، حدود، صح؟ هي نعم. ثم بعدها يعني تأتي التوبة وكذا، والحمد لله. ويختم العلماء رحمهم الله تعالى الكتب إما بالإقرار أو بالعتق، كتب الفقهاء. نحن نتكلم الآن عن الفقه. يبدأ العلماء رحمهم الله تعالى كتب الفقه بكتاب طهارة. لماذا؟ عبث؟ لا، أراد أن تطهر الباطن قبل أن تطهر الظاهر. وهنا المؤلف رحمه الله تعالى بدأ بالتوحيد. ما تقبل العبادة إلا بها، كل عبادة، أي عبادة، أول شرط من شروط أي عبادة ما هو؟ الإسلام، التوحيد. إذن يبدأ العلماء رحمه الله تعالى بأركان الإسلام، بالعبادات. وأول ركن من أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أراد أن تطهر الباطن قبل أن تطهر الظاهر.
إنسان مسجون مقيد، تطهر قال لا استطيع، توضأ لا استطيع، اغتسل لا استطيع، استقبل القبلة لا استطيع، تنزه من البول غاد قال لا استطيع، استقبل القبلة لا استطيع، كذا لا استطيع، تسقط عنه، تسقط عنه، لا يستطيع رجل مقيد. أما الإسلام ما يسقط عنه، مفهوم؟ ولا يمكن يسقط عنه. تمام. إذن يبدأ العلماء بالطهارة حتى تطهر الباطن قبل الظاهر، ويختم العلماء رحمه الله تعالى إما بباب الإقرار أو باب العتق. الإقرار لماذا؟ تفاؤلا أن الله سبحانه وتعالى يختم له بماذا؟ بالإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله. بدأ بالطهارة وختم بالطهارة، بدأ بالتوحيد ختم بالتوحيد. البخاري رحمه الله تعالى بدأ بماذا؟ بحديث إنما الأعمال بالنيات، كتاب يا رجل، كتاب التوحيد آخر كتاب في كتاب الصحيح البخاري، الإيمان. إذن بدأ بالإيمان، بدأ الوحي صح، وبدأ الوحي بالتوحيد تمام، وختم بماذا؟ بكتاب. كيف قلت أول ختم بالتوحيد؟ لأن التوحيد آخر شيء، لا هو بدأ بالتوحيد وختم بالتوحيد، مفهوم؟ أي نعم. إذن العلماء رحمه الله تعالى يختموا بأي باب؟ الفقه، الفقهاء، الإقرار، لأن من كان آخر كلام لا إله إلا الله، إقرار بلا إله إلا الله، صحيح؟ تمام. أو وهناك بعض الفقهاء يختم بماذا؟ بالعتق، حتى يعتق الله سبحانه وتعالى رقبة هذا المؤلف من النار. أيهما أولى؟ هذه أشياء يعني من باب التفاؤل لا إشكال فيها. أيهما أولى؟ العتق والإقرار، هاي الأشياء. الإقرار. إقرار لماذا؟ لأنه هنا بعد هذا يكون في قبر صحيح، وهو يوم القيامة وكذا، لكن العتق يكون يوم القيامة، فالختم بالإقرار أولى، مفهوم؟ أي نعم. طيب، على اعتبار الآن عندنا يعني هذا المتن، نقسم هذا المتن إلى قسمين: عبادات تتقدم، معاملات تتأخر، قسمين. العبادات أركان الإسلام الخمسة، نضيف إليها الجهاد. المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكتاب مختصر، لم يذكر فيه الجهاد. إذن الأبواب الأولى ما هي؟ كتاب الطهارة، ثم الصلاة. الصلاة فيها الصلاة على الجنائز، وناسب أن يذكر هنا كتاب الجنائز، لأنه أكثر من أكثر ما ينتفع به الإنسان بعد موته أن يصلى عليه، صحيح؟ أي نعم. فيأتي هنا الجنائز، ثم الزكاة، لا ما حد يجيبنا الآخر، ثم الصيام، ثم الحج، ثم الجهاد. انتهى القسم الأول، وقلنا يبيع ويشتري، بيع، إجارة، ربا، قرض، سلم، راهن، كذا، المهم. ثم بعدين نكاح، ثم طلاق، ثم عدد استبراء، جنايات، ثم حدود وقضاء وتوبة، والحمد لله، مفهوم؟ سيقرأ الأخ جزاه الله خيرا، يقرأ علينا الأبواب، نريد نتصور كده يا إخواننا. لا يلزم أننا يعني ندرس كل شيء ولا نترك كل شيء، نريد نتدرج يعني في هذه الليلة. لو ضبطنا أبواب الفقهاء والله نعم، صح تمام، حتى نعرف كيف ترتب كتب الفقه. ذكرنا الآن كيف يرتب كتاب التوحيد درس الماضي، الآن نريد نعرف كيف يرتب الفقهاء. نعم، بسم الله. بالله اللي يقرأ يقرأ كذا، استفتح يا رجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية مقدمة المصنف، تمام، فصل في معنى الشهادتين. تمام، معنى الشهادتين ذكر الطهارة. اترك يا أخوان الكتب، أمر واضح. نعم، كتاب الطهارة. كتاب الطهارة الآن هنا بدأ الطهارة
تنقسم إلى كم قسم؟ الآن قلت لكم قسمين: طهارة حسية معنوية، طهارة باطن والطهارة الظاهر. طهارة الباطن واضحة وضدها الشرك، انتهى، وهي المقصودة ولا شك، تمام. الثاني طهارة حسية وتنقسم إلى قسمين: طهارة حدث وطهارة خبث. الحدث أكبر وأصغر، والخبث النجاسة، بدن، بقعة، ثوب. نحن نريد أن نتصور الكتب الآن. إذن كتاب الطهارة كم قسم الشيخ؟ قسمين: طهارة حسية، طهارة معنوية، طهارة باطن، طهارة ظاهر. طهارة الباطن واضحة، التوحيد وضد التوحيد الشرك. طهارة حسية، طهارة ظاهر، تنقسم إلى قسمين: حدث أكبر وأصغر، وضوء، اغتسال، صح؟ نعم. وتيمم. وهنا طهارة، طهارة خبث، طهارة من النجاسة للبدن والبقعة والثوب. إذن في كتاب الطهارة سنذكر طهارة الباطن، التوحيد، الإخلاص، وسنذكر الوضوء والاغتسال والتيمم، صحيح، والمسح على الخفين والمسح على العمامة والجبيرة، صح؟ أي نعم. وسنذكر الأشياء النجسة، وسنذكر المياه، أنواع المياه، لأن الطهارة تكون بالماء وهو الأصل، أو بالتراب وهو الفرع. والماء ينقسم على الصحيح إلى قسمين: طهور ونجس. وسيذكر بإذن الله الآنية أن الماء جوهر سيال لابد أن يوضع فيه شيء. سيذكر الأواني، وسيذكر استعمال الذهب والفضة، واستعمال الفضة في الضبة في الآنية، وسيذكر الحيض والنفاس، صحيح؟ إذن هذا الكتاب عندنا كتاب الطهارة سيذكر فيه الأشياء في الغالب، هذه الأشياء، صح؟ أبواب ترد معنا الآن هنا، مفهوم؟ إذن تصورنا الآن كتاب الطهارة سيذكرها بإذن الله الشر. نعم، باب الآنية. وقلنا لأن الماء جوهر سيء. نعم، ذكر الآنية، سيذكر لك الآنية سواء كانت للطعام أو للشراب. نعم، استنجاء، استجمار، استنجاء، استعمال الماء، واضح. استجمار، استعمال الحجارة، المناديل، الأوراق، الخرق. نعم، وآداب قضاء الحاجة. هذا الدين يقول عنه ابن القيم رحمه الله: لو لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بدليل على صدقه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذه الشريعة لكفى أن يكون في هذه الشريعة الشاهد والمشهود له والحجة والمحتج له والخبر والبرهان، وأنه لم يطرق العالم مثل هذه الشريعة. تكفي الشريعة وحدها، فما بالك عندنا أدلة أكثر منها. أي نعم. فمن هذه الأشياء آداب قضاء الحاجة. نعم، ذكرنا قلنا سيذكر الوضوء والمسح على الخفين لأنه من الوضوء، وسيذكر مع المسح على الخفين مسح العمامة والجبيرة، صحيح؟ نعم. وخمر النساء ونواقض الوضوء. نعم، لأن الوضوء سيذكر فيه شروط الوضوء، فروض الوضوء، نواقض الوضوء، سنن الوضوء، صفة الوضوء. نعم، ما يوجب الغسل وصفته، الاغتسال. نعم، والتيمم كذلك، كتاب الصلاة، تمام. هو سيذكر أشياء، لكن هنا هذا الذي فارس يمكن أجمل بعض الأشياء، ما في إشكال، وجد الحيض وكذا. نعم، امشي. كتاب الصلاة، كتاب الصلاة، هذا هو الركن الثاني من أركان الإسلام. الصلاة نقسم الصلاة إلى قسمين: فريضة ونافلة، فريضة ونافلة. والصلاة سنذكر فيها بإذن الله تعالى شروط الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، سنن الصلاة، مبطلات الصلاة. وسيتكلم في الصلاة عن الفرائض والنوافل، سيتكلم عن الأوقات، الأذان، الإقامة، الجماعة، صحيح، المساجد. سيتكلم عن أشياء كثيرة. أطول باب عندنا دائما هذا الباب، الصلاة تتكرر 5 مرات، اجتماع، أمور كثيرة في هذه الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، حكم تارك الصلاة كذا. كل هذه المسائل ستذكر في كتاب الصلاة.
نعم. سأذكر أيضا ضمنا أشياء تذكر السجود، سأذكر سجود السهو، سجود التلاوة، سجود الشكر، نعم سأذكرها الآن هنا لأنها ضمن الصلاة. وقلنا ضمن الصلاة عندنا من الصلوات الصلاة على الجنائز، وناسب أن يقدم هذا الكتاب كاملا، فقال كتاب الجنائز مع كتاب بعد كتاب الصلاة. نعم. باب صفة الصلاة. يقول صفة الصلاة، صفة الوضوء، صفة التيمم، صفة الاغتسال، صحيح؟ صفة الصيام لا، ما أحد يقول صفة الصيام. صفة الحج، صفة العمرة، نعم مفهوم؟ سيأتي لماذا إن شاء الله. نعم. تمام ذكرنا. باب صلاة الصلاة ذكرنا. باب صلاة التطوع ذكرنا. وقدم الفريضة على النافلة، لا بد هذا. نعم. باب صلاة الجماعة والإمامة. سيذكر قلنا الجماعة والإمامة. نعم. باب صلاة أهل الأعذار. صلاة أهل الأعذار الذين يعذروا عن الجماعة. نعم. باب صلاة الجمعة. الآن سيذكر صلوات منها ما هو فرض ومنها ما هو نافلة، وبدأ يفصل الآن، بدأ بالجمعة ولم يبدأ بالعيدين مثلا. نعم. باب صلاة العيدين. الآن بدأ بالعيدين، الآن ذكر العيدين بعد صلاة الجمعة. انتبه عندما يرتب، ترى هو يرتب لهدف لديه، كأنه يقول لك العيدين آكد صلاة من الصلوات النوافل. انتبه العيدين، وبعض العلماء يرى الوجوب للعيدين. نعم. طيب سأذكر بقية الصلوات الاستسقاء وكذا، تذكر إن شاء الله. أنا لا أدري الفهرس هذا من أين، خلاص امشي انت بس. نعم. إخواننا نحن نريد الآن نحن نفهرس، تقول سيذكر كذا وكذا بإذن الله، مفهوم؟ نريد تتصور أنت الكتاب. نعم. كتاب الجنائز قلنا ناسب. سأذكر هنا تجهيز الميت، عندنا الميت الأحوال للميت ثلاثة، قبل وعند وبعد، قبل الوفاة وعند الوفاة تلقين وتغميض للعينين وشد لحييه وتلين المفاصل، صح؟ أي نعم. ووضع على ما سيذكر، وبعد هذا بعد الوفاة ايش نصنع؟ تجهيز التغسيل والصلاة عليه والدفن، مفهوم؟ ثلاث أحوال للميت، قبل الوصية والتذكير وكذا، عند تلقين وشد لحية وتغمض عينه وغيره، والبعد سيأتي. نعم. سيذكر هذه الأشياء الثلاثة لك. نعم. في كتاب الجنائز. كتاب الزكاة. زكاة فريضة ونافلة. الزكاة تنقسم إلى قسمين عندهم هنا، إلى قسمين، فريضة ونافلة. الفريضة تنقسم إلى قسمين، زكاة بدن وزكاة مال. زكاة بدن زكاة الفطر معروفة، ستأتي نذكرها، الوقت والأوقات فيها ثلاثة، والمقدار، وإلى من تدفع وعلى من تجب، انتهى. وزكاة مال، زكاة بدن، زكاة الفطر، زكاة مال أربع أشياء، النقدين، الذهب والفضة، ما يقوم مقام الذهب والفضة من العملة الورقية، و السام بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض حبوب وثمار فقط، وعروض التجارة. بعض الفقهاء يذكر لك هنا زكاة، إيش بقي معنا؟ لا لا، عسل من الزكاة من خارج من الأرض يعتبره، الركاز، الأسهم يا رجل نقدين، الركاز بعضهم يذكر أن فيه الخمس، وبعضهم يخرج ويقول لا خالف الزكاة في مسألة، ستأتينا. انتهينا الآن، هذه الفريضة، بعد هذا يأتي إيش؟ النافل. سيتكلم عن الزكاة على من تجب وإلى من والمقدار، ولهذا يعرف الفقهاء الزكاة بأنها مقدار مخصوص إلى طائفة مخصوصة في زمن مخصوص، هذه الزكاة. لكن عبادة حتى ندخل إيش؟ الإخلاص أول، تبتغي بها وجه الله. نعم. خلاص ذكرنا. نعم. الحين باب زكاة الفطر. وقلنا زكاة بدن. تمام. باب من زكاة من لا تدفع له. من تدفع ومن لا تدفع له. نعم الاثنين. الصيام.
تمام ادخل الصيام. كتاب الصيام. الصيام فريضة ونافلة. الفريضة ثلاثة أشياء. صيام الفريضة ثلاثة أشياء. ما هي؟ صيام الفرض ثلاثة أشياء. رمضان والكفارات والنذور. هذا الفرض والبقية نفل. تمام. سأتكلم عن أركان الصيام. الصيام له ركنين، نية وإمساك، وستتكلم عن المفطرات صح، وستتكلم عن النفل وما مستحبات الصيام مكروهات الصيام محرمات الصيام، سيذكر هذا. نعم. ثم الحج. الحج سيذكر فيه المناسك، سيذكر فيه الحج، العمرة، مواقيت زمانية، مواقيت مكانية صحيح، أركان الحج، شروط الحج، واجبات الحج، مفسدات الإحرام. نعم. سيذكر في الفرض والنفل. نعم. ثم يذكر أشياء تأتي ضمنا مع الحج. سيذكر فيه الهدي، أضاحي، عقيقة يدخلها صح؟ أي نعم. يدخل زيارة المدينة. أي نعم. لأنه يأتي الحاج يشد الرحم إلى ماذا؟ لزيارة المسجد النبوي، ولا يشد الرحم لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ضمنا تذكر هذه الأشياء. نعم. انتهى الآن من العبادات، بقي مع الجهاد. هذا ختام مختصر لم يذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى الجهاد، وقلنا نحن نسير خطوة خطوة، فبدأنا بهذا الخطوة. الآن قدم العبادة، الآن يأتي بماذا؟ معاملة. أول ما تحتاج بيع الشراء، بدأ بالبيوع. البيع الآن سيذكر فيه شروط البيع. نعم. سيذكر فيه البيوع المنهي عنها المحرمة، سيذكر فيه الربا، سيذكر فيه القرض، سيذكر فيه الإيجار، الرهن، الوكالة. أي نعم، أشياء كثيرة تذكر هنا. هذا الباب تراه باب سهل بإذن الله، سهل جدا، تضبط فيه مسائل ينتهي الأمر. الأصل في البيوع حل، أي بيع على وجه الأرض الأصل في الحل. من ادعي التحريم يطالب بماذا؟ دليل. شيخ الإسلام اختصر هذا الباب رحمه الله وقال أن الإشكال، كل الإشكال، هذا الإشكال كل إشكال من عندي يعني تصرف، في ثلاثة أشياء. الأول ربا، والثاني ظلم، والثالث غرر وجهال. أي معاملة ليس في هذه الثلاثة أشياء الأصل أنها جائزة. من يدعي التحريم وطلب بالدليل. كيلو ذهب باثنين كيلو ذهب معاملة، الأصل في الحل قال لا ربا، يعني ذا الحرام. مفهوم؟ تشتري جوالي؟ قال أرى، قلت لا دون أن ترى، إذن غرر جهال. مفهوم؟ بيع ما لا يملك صحيح؟ كذلك محرم. فإذا خلت من هذه الأمور الأصل فيها الحل، وعلى هذا بنى الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الباب. وكان مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا الباب أصح الأقوال. مفهوم؟ نعم، لأنه بنى على الأصل على الحل. نعم. قال البيوع. البيوع. باب بيع الأصول والثمار. بيع الأصول والثمار، الفرع يتفرع من الأصول، أصلها ثابت وفرعها في السماء. نعم. خيار. خيار سوق الخضرة يا رجل. كيف كاتب الخيار هنا؟ ها في البيوع بيع الخيار. لا، الخيار يعني يخير البائع والمشتري، إما في إمضاء البيع أو فسخ البيع. ليس الخيار الخيار، خيار يعني يتخيل. نعم. لأنه إشكال ترى أحيانا يعني بعض الشباب يقرأ دون أن يرجع إلى الشروحات وكذا، لأنه إشكال عنده. وسيأتي معنا مثلا هنا باب الشفعة، يقول هذا باب في التوحيد. لا، الباب في الذي في التوحيد ما هو باب الشفاعة، هنا باب الشفعة صح؟ في فرق.
صحيح؟ باب إحياء الموات. يا رجل، في الفقه هنا بعض الناس يقول إحياء الموات، أعوذ بالله، شرك أكبر. صح، إحياء الموات، الأرض الميتة التي ليس لها مالك، يحييها بماذا؟ زرع أو حفر بئر، سيأتي مفهوم؟ بعض الأبواب ممكن أول مرة تمر علينا، إحنا نريد يعني فقط يعني تتنبه لهذه الأبواب. يعني هذا يعني بعض الناس يقول ما الذي أتى باب الخيار؟ إحياء الموات، الشفعة، كذا. أي نعم، مثل الآن مثلا في العقيدة تقرأ في كتب المعتقد يقول باب المسح الخفين، أو المسح الخفين في كتب العقيدة، إشكال هذا، صحيح؟ مسح الخفين جاء معنا هنا، لماذا يذكر في العقيدة؟ أن المسح الخفين أصبح شعار لأهل السنة والجماعة، عرفوا به وخالفوا بهذا بعض الفرق الضالة. أي نعم، مفهوم الشيخ؟ عندنا أشياء أصبحت شعار لأهل السنة والجماعة، منها المسح الخفين، فأدخل المسح الخفين في كتب المعتقد. طيب، نعم. الرهن والضمان والكفالة، هذه أشياء توثق بها البيع، عقود توثقة، صح؟ رهن، قال أقرضني، قال رهن، حتى يوثق إيش؟ القرض، والكفالة والضمان. أترك الذي بيننا الآن، كفالة وضمان، لا لا لا، تعريف العوام يعني ما هي الكفالة والضمان، هذا شيء آخر هنا عند الفقهاء غير اللي نعرفه. نعم، وغيره. ها المحجور عليه يعني السفهاء هؤلاء، نسأل الله عافية السلام، في سيطول الكلام، يعني من يشرب الدخان سفي، نسأل الله عافية السلام، صح؟ هذا لازم محجور عليه. نعم، باب الصلح. ايش دخل الصلح الآن؟ لأن الآن البيع لابد فيه خصومة، صح؟ فأتي باب الصلح، والصلح أشمل كل صلح. الله سبحانه وتعالى في الآيات التي فيها خصومة بين الزوجين ماذا قال في نهاية الآيات؟ قال والصلح خير، ولم تكن الآية والصلح بين الزوجين خير، لماذا؟ الله يفتح عليك يا شيخ، حتى يشمل كل صلح، كل صلح خير، مفهوم؟ بشرط ألا يكون هذا الصلح يحل الحرام أو يحرم الحل، مفهوم؟ نعم. الآن بدأ يذكر لك الآن وكالة، نعم، والشركة والمساقاة والمزارعة. قلنا في العقيدة. أي نعم، هنا هذا غير ذاك. نعم، هناك شرك أكبر وهنا يصح جائز. نعم، باب الجعالة والإجارة. الجعالة والإجارة. باب اللقطة واللقيط. اللقطة، هذا إشكال عندنا، يعني اللقطة لابد نتكلم فيها، مهمة جدا عندنا. نعم، باب المسابقة والمغالبة. مسابقة والمغالبة، وهذا إشكال عندنا، خاصة رسائل الجوال اليوم، اتصال على الرقم 700، من سيربح المليون، الجوائز هذه اللي تأتيك الآن، مسابقة رمضان كذا، نتكلم عن هذه المسائل، مهمة جدا، لأنه ممكن تقع في كبيرة وأنت لا تدري. مسابقة والمغالبة والألعاب، خاصة عندنا بعض الألعاب اليوم، والله أنا نسيت، نرد موجود الآن كثير، وبالجوال نرد كبيرة، هذا حتى هذا عبر الجوال يقول أنا لا أمسك النرد بيدي، تمسك ولا تمسك، كبيرة من كبائر الذنوب. شطرنج عندنا سيأتي معنا أنها تنقسم على ثلاث أقسام، خلاص، محرمة بعوض وغير عوض، النرد والشطرنج، هذه محرمة بكل حال، مفهوم؟ والقسم الثاني والثالث يأتي إن شاء الله. نعم، والله أردت التنبيه على هذا، لأن هذه المسائل تأتي وبعد سنين حتى يتنبه لها الناس. نعم، باب الغصب. نعم، الغصب، غصب المال المغصوب. المال المغصوب، نعم،
من اقتطع. نعم. باب العارية الوديعة. العارية الوديعة. نعم. باب الشفعة. الشفعة والشفاعة. الشفعة. نعم. هذا فيما لم يقصد سيأتي. باب الوقف. الوقف. نعم. باب تحبيس الأصل وتسبيل المنافع. يعني هذا يضع ثلاجة ماء واجعلها وقف في سبيل الله. مساجد. نعم. من أنفع القرب سيأتي على ما سيقول المؤلف رحمه الله تعالى الآن طباعة الكتب مثلا وقف أوقافها. نعم. باب الهبة والعطية والوصية. هبة وعطية ووصية، ثلاث أشياء. يقول الهبة شيء والعطية شيء والوصية شيء. الهبة في الحياة والصحة، والوصية بعد الموت خلاص، والعطية في الوسط حال الحياة لكنها في المرض، في مرض الموت المخوف. مفهوم الشيخ؟ لذلك إذن عندما يقول الفقهاء الفاظ تتنبه لها، هناك فرق. كفالة والضمان عندنا ممكن شيء واحد، أما هنا غير. قال الهبة والعطية والوصية، إذن هناك فرق. نعم. كتاب المواريث. ثم المواريث الإرث. الإرث هذا أخواننا والله باب سهل جدا، الشريعة يسرها الله سبحانه وتعالى. بقي النسل، إذا سلكنا وصلنا. أما إنسان يأتي ويقول لا ما أستطيع على هذا الباب، قزم. حاول، ادعو الله. ولم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من شيء إلا من وقل ربي زدني علما. والباب هذا يعني سهل جدا، لكن يحتاج إلى تمارين. شوف، تبحث عن جيرانك تموتهم ولا أصدقائك، مفهوم؟ بعض البعض يقول أن هذا الباب يعني الأصل ما نعلم النساء، أنه أول تركة تحسبها الزوجة أي تركة الزوج، تموت الزوج تحسب، لا ترسها عشرة الزوجية حقوق الله سبحانه وتعالى. هذا مفهوم توحيد. نعم. موارث. امشي. بعدها باب العتق. باب العتق. نعم. باب الكتابة. الآن باب العتق، الآن الدخول في الرق من أين يكون؟ وعندنا إشكال في هذه الأيام، سموه الرق الأبيض أو الرق كذا، وإشكالات كبيرة جدا. وسنذكر أن الإسلام جاء وأغلق كل الأبواب لدخول الناس في الرق، ولم يبق إلا باب أسر الحرب والجارية إذا أنجبت من غير السير. إذن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت لإغلاق هذا الباب. وسنذكر بإذن الله أن الكفار في هذه الأيام وضعوا رق والله لم يوضع في التاريخ. نعم. ويقول عن الإسلام، والإسلام أغلق كل الأبواب وفتح أبواب كثيرة للعتق. نعم. والله إشكال كبير في النكاح، أكبر إشكال. لو تشوف ما شاء الله، لو الليلة يا شيخ نتكلم للفجر عن النكاح ما أحد يخرج من المسجد والكل يفهم. أما عندما نتكلم عن التوحيد، نتكلم عن العقيدة، نتكلم عن كذا، سبحان الله. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. بعض العلماء رحمهم الله يقول جنبوا مجالسنا ذكر شهوة الفرد وشهوة الفم. ما أحد يتكلم من طلاب العلم أو في مجالس العلماء عن شهوة الفرد شهوة الفم. عين فهم؟ تريد تزوج تزوج. نعم. هذا الباب واضح، وبإذن الله لا نشرح هذا الباب أحسن، الله أحسن. نعم. باب شروط النكاح. أذكر شروط النكاح، العيوب في النكاح، سيذكر المحرمات والخطبة. باب الشروط في النكاح. نعم. في النكاح. نعم. العيوب في النكاح ما يحتاجها،
باب نعم. الزوجين. نعم العشرة بين الزوجين نعم. باب الخلع. الخلع. كتاب الطلاق. خلع وطلاق وعدد استبراء. باب الإيلاء والظهار. والإيلاء والظهار واللعان. نعم. كتاب العدد والاستبراء. ذكرنا. باب النفقات للزوجات والأقارب والمماليك والحضانة. الآن نفقات. ناسب أن يذكر هنا فقط للزوجات ذكر النفقات على الزوجات والأقارب والمماليك نعم كتاب الأطعمة أطعمة مع الأشربة نعم ناسب باب الزكاة والصيد الزكاة ذكرها في المتقدم الزكاة ها هنا الذكاء التذكية نعم والصيد لأنه الصيد يعني ما يذكر إلا إذا أدرك حيا صحيح سيذكر هذه المسائل نعم الأطعمة والأشربة والأشربة الأشربة عندنا إذا كان مسكر حرام مضر حرام وغيره حلال صح حيوان أو غيره الحيوان لابد فيه من الذكاء كما قال الشيخ جزاه الله خير أو صيد نعم حتى يكون حلالا إلا الحوت صح هذا ما يذكى الحوت ميتتان ودماء تمام سيذكر هذه المسألة امشي باب الزكاة والصيد باب الأيمان والحدود الأيمان الإيمان في كتاب التوحيد هنا معليش يا إخواننا حتى يعني يفرق القارئ والله يقرأ قراءة صحيحة جزاه الله خيرا وأنا إيش كان عندي هناك الإيمان هنا الأيمان يمين والنذور لماذا؟ لأن النذر في الأحكام قريب جدا من اليمين يختلف في بعض الأحكام ولهذا في باب واحد الأيمان والنذور تمام بعضهم يقرأها الإيمان نعم نمشي كتاب الجناية مع أننا هناك في التوحيد حتى النذر يأتي في التوحيد فهو قد يقول الإيمان والنذور نعم كتاب الجناية قلنا الآن تزوج وباع واشترى حصلت الإشكالات وحصل الطلاق بدأ بماذا؟ جنايات نسأل الله عافية السلام نعم كتاب الحدود أكثر ما يكون من إشكالات يعني لو تسأل القضاة في المحاكم أكثر ما يكون إشكالات إما مواريث أخذ مالي أخويا وجدي صح؟ أي مواريث أو نكاح صح بيوع بيوع دخل شويه في المواريث قسم قسم التركات والدخل نعم باب حكم المرتد انتبه يقول حكم واحنا حدود المفروض يقول حد المرتد قال حكم المرتد في اشكال نعم في اشكال انه قال حدود صح بعد حد ايش بعده بعده لا لكن هنا في حد القذف حد السرقة حد الزنا صحيح حد 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 أما المرتد قال حد لا قال حكم حكم المرتد صح لماذا من يعرف لماذا لم يقل حد قال حكم لا يقيم الحد للسلطان ما يقيم الحدود إلا السلطان لقد قال حكم ما قال حد السارق الآن رفع أمره للسلطان وتاب نتركه يترك السلطان يقيم عليه الحد أما المرتد لو رفع للسلطان قال تبت سقط عنه صح قال لذلك قال يستتاب ثلاثا استتاب ثلاثا أو لا وحكم يستتاب أو لا هذا أمر آخر المهم حتى تفرق بين ماذا المرتد هذا ليس حد هذا حكم والسارق والزاني نسأل الله عافية السلامة والساحر هذا حدود مفهوم؟ أي نعم وليت تتنبه الخوارج عن هذه المسائل صح؟ أي نعم الآن وقعت الخصومة وقعت الحدود الآن لابد من قاضي يفصل نعم القاضي عنده قسمة إجبار هذه لا
يجبر هذا ويجبر تأخذ 50 وتأخذ 50، هذه إجبار. وقسمة تراضي ليس إجبار، تتنازل قال تنازل، تتنازل قال تنازل، تأخذ الواجهة الشرقية قال أخذ، تأخذ الواجهة الغربية قال نعم الحمد لله. مفهوم؟ هذه قسمة سيأتينا. وش غيره؟ إقرار حتى يخرج من هذه الدنيا بلا إله إلا الله.